نحن ان شاء الله هالفتره اللي حاصرنا فيها لفتره زمنيه طويله الحمد لله ما اثرت فينا، ولكن نحن اليوم بسواعد الاخوه الثوار الاحرار باذن الله تعالى يدكون معاقل النظام، وان شاء الله سيفتحون لنا الطريق على مصراعيه، ونحن كهون سكان المنطقه الشرقيه لن نتخلى عن ارضنا، وسنبقى مهما طال الزمن من الحصار باذن الله تعالى سنتفوق عليهم بارادتنا وفي ديننا. المعارك حلب باذن الله منصورين نحن، وحلب لتتحرر بالكامل، وصامدين لان نحن منصورين، معنا الحق ومعكم الباطل. والطريق بده يفتح، نقول وين بنقول له؟ وحلب ان ما للروس ولا لايران ولا للصين ولا للمرتزقه. حلب ان نحن باقين هون وصامدين غصب عنك وعن ايران وعن روسيا، وصامدين وصامدين، وان شاء الله المعارك هلا بدنا نفك الحصار، وانا نبعث لك باصات الخضر لعندك نعبيكم انتو، مو بدنا تعبينا لنا، بدنا نعبيكم لكم ان شاء الله باذن الله. طبعا نحن نتوجه جزيل الشكر لجيش الفتح وللثوار المجاهدين اللي حاليا بحاولوا يفكوا الحصار عن مدينه حلب، وان شاء الله الله راح يمكنهم، لانهم في 400 الف واحد مدني موجودين في داخل مدينه حلب المحاصره. طبعا هي انا يعني لازم ما لازم نسميهم محاصره، لا هدول باينين بارادتهم، هي ارضهم ما راح يتركوها للايراني ولا للروسي، وان شاء الله لو فك الحصار هدول شعب حلب الصامدين باذن الله باقين حتى ان شاء الله تحرير كامل اتراب سوريا ان شاء الله. نحن هون بمدينه حلب صامدين وصابرين باذن الله تعالى، ونستنى دخول الثوار لمدينه حلب وكسر الحصار، مو بس كسر الحصار، تحرير مدينه حلب بشكل كامل، وان شاء الله الله يجمعنا فيهم هون عن قريب، ولم شملنا كليتنا مع بعض باذن الله تعالى.